الولية دي لازم نموتوها. الله، احنا كنا خايفين نسرقوها نقوم نموتوها. يا ريتنا موتناها وخلصنا منها. انا خايف الحرمة دي تفضحنا وتقول ان احنا كنا عايزين نسرقوها. مش احسن ما تقول علينا قتالين قتلة؟ هتقول لي مين يا اعرابي؟ ده انت مخك بقى تخين قوي. هتقول لي مين؟ هما الميتين بيتكلموا، ما احنا هنموتوها. مش جايز تفلت من الموت زي ما فلتت من السرقة؟ خدوها سيرة وبلاش الكلام ده. يعني ما بنهزرش يا حسب الله. الولاية دي لازم تموت، يعني لازم تموت. الله، وده يحصل ازاي وفين؟ نعملوها ازاي دي مفكروا فيها مع بعضينا. يحصل فين؟ هنا او في بيت ريا. ومين قالك بقى ان ريا هتوان ولا سكينة؟ طبعا عال ده هنقولوله ولا هنداروا عليه؟ لا، ما احنا متفقين ان احنا كلنا نبقى عيلة واحدة وايد واحدة. ايوه ده حصل. خلاص، يبقى لازم كلنا نبقى مع بعض في العبارة دي. ولو النسوان موافقتش؟ مفيش حاجة اسمها موافقتش، لازم يوافقوا. الله، بالعافية يا عبد الرازق. لا، بالفهلوة يا حسب الله، بالتحلبة، بالرسم. نفكروا مع بعضينا نجيبوا رجليهم ازاي ويانا. نكرهوا الرأي في الولاية اللي اسمها خطر، مش كده؟ وافرض ده حصل، ايه اللي هيحصل يعني؟ هي اللي هتقول بالفم المليان موتوها. يا ابن الابل يا عرابي. الله، ما انت نفوخك شغال اهو. ايه هو قال ايه؟ هي مش مراتك بتغير عليك؟ انتوا عارفين الحكايه وعلى عينك يا تاجر. انت هتتجوز خضره حسب الله، هي دي الرسمه. اني انت عايز رأي تقتلني؟ الله، وانت هتتجوزها بصحيح؟ امال يعني هتجوزها بهزار؟ انا هفهموك عبد الرازق عايز يوصل لايه. هو عايز رايا تفتكر انك هتتجوز خضرة. ساعتها لو ما قلناش احنا اننا هنموتوها، رايا هي اللي هتقول لنا موتوها. طب ومين اللي هيوصل لها الرسمه؟ مفيش غير سكينة. مش معنى سكينة. اول هام قرشة ملحتك وحاطة نقراها من نقرك. تاني هام رايا بتصدقها. تصدقوا بالله رجالة؟ لا اله الا الله. لا الله. انا لولا عامل حساب رايا كنا نتجوزها المرة دي ان شاء الله ليلة واحدة. خد لي بالك يا عرابي، حسب الله هيموت عليها، عينه طلع على الحرمة ومش هينة عليه. رزلتك يا حسب الله. الحمد لله على سلامتك يا اختي. ده لولا عبد العال حكم رأيه يوديني للمزين كانوا قطعوا هالي. بعد الشر يا بيت. الله، ده انت بكره تبقي زي الفل وتمشي عليها وتبقي عسل. يعني هنقوم نعمل لك لقمه تقوتك. اقعدي يا راني عاوزاكي. خير؟ حسب الله هيتجوز عليك. هيتجوز عليا يعني؟ مين اللي قال لك؟ لا انت ما تعرفيش. مين يا بنت اللي قال لك الكلام؟ عبد العال سمع رجالتك بيتوددوا في الحدوته دي. ومين دي المحروسة اللي عجبت جوزي وهيتجوزها علي؟ اللي انت انياها اليومين دول وحطها تحت باطك. خضرة؟ خضرة ايه يا مارا اللي حنبصله؟ الله، انت تعرف نفوق حاجة؟ هو انا هننسى دهولتك عليها اما شفتها اول مرة يا راجل يا ناقص؟ ما انا لو ما كده ما كنت صدقت اللي اتقال. الله، وانت اي حد يطرش في نفوقك اي كلام تصدقيه؟ مش رايي اللي كلمة توديها وكلمة تجيبها. مهني أكلوا قالوا لي على حرمة تانية، يمكن ما كنت صدقت. ده انت معربين على عركة بقى من زمان. لاني مش معربين على عركة، تاني معربين على عمرك. وبعدها لك اتلم يا ريا لما تيدي عليكي. تلم بإيدك على مين يا روح أمك؟ تاني حط لساني في حنكي ونقول معلش. أدمع الطير معلش وسبك تقطع زي البغل في الزريبة. عايز كمان تتجوز عليا؟ نزلي ايديك يا ريا، خرقتيني بدل ما نمد ايدي عليكي. تقدر؟ دليل قرقشه لحمك وداكله عظمك. دليل معلمه ريا يا جربوع. الله استهدوا بالله يا جدعان. جرايه لا ده حلو، واحد واحد وصابت ده، انت حسوك واصل للشارع ونخلي تلمت كده. نزلي ايديك يا معلمه، نزلي ايديك.
بالهداوه كده كل حاجه هتتحل. ما انتوا راسين على الدور يا رجال. المعلم اللي لحم كتفه من شقايه عايز يجيب لي ضره. ودي لعاشت دي لعاشت ولا كانت ضره حسب الله. وعلى مين؟ على المعلمه ريا. انا نصحته كتير قوي يا معلمه، وقعدنا نقول له حسب الله عيب، حسب الله ما يصحش، ما يصحش تتجوز واحده كانت شغاله عند المعلمه. قلت له يا معلمه، قلت له حد يبقى متجوز المعلمه ريا ويبص الحرمه زي خضره؟ يبص الحرمه ده نقتلوه، نقتلوها وندفن الاتنين تحت رجلينا. عيب لا عيب يا ريا عيب. ليه مفيش رجاله ولا ايه؟ ده انت تؤمري. تؤمري ده ايه؟ انت تقشري واحنا نخلصوا لك عليهم هما الاتنين. لا نخلصوا لك عليها هي بس. وساعتها بقى حسب الله لا هيبص كده ولا كده. ما تزعليش منه يا راجل، انا راجل فكر على قدي وقلت نساعده في الايام السودة دي، نجوزه المره دي وناخده الصيغه وبعدين نطلعوه. على رايك كلام ده يا راجل يا طفل، استنى رب خير اللي اشتري. هدي نفسك يا معلمه، هدي خلقك امال. خلاص حسب الله هيشيل الموضوع ده من نفوخه خالص، مش كده حسب الله؟ واني هنشوفولك تصريفه في الحرمه الخاينه دي، هنخلصوك منها خالص، وشيل ده من ده يرتاح ده عن ده. شفت رزاله اكتر من كده ولا ها؟ ها؟ يا زينب يا زينب. ايوه مساء الخير يا رجال. مساء الفل. مرحبا ابو عاد. الله ما تيجي يا ابو عاد، تعال اقعد معانا شد لك نفسين حلوين بدل ما انت واقف كده، ولا انت مستحلي طولك؟ انا قلت لك 100 مره بعيش في الحشيش، لو فيه ميه نقعد ناخد كاس. ما انت عارف الواد النص بطل يشكك لنا. عموما في زيق في الازاز ممكن تاخده، اهو نصيبك ونقعد نتكلم عشان عايزينك في موضوع كده. طيب انا هنطلع نشقر ونطمن على سكينه وننزل لكم بالاذن. لا بقول لكم يا رجال، لا هنسيبه زي الاطرش في الزفه كده ولا نرسوه؟ بس ما دام هنقولوا له يبقى لازم نقوله لسكينه. ما احنا اتفقنا اننا عيله واحده. ما هو لازم الكل يعرف عشان لو داهيه تيجي للكل. تمام. بقول لك ايه يا حسب الله غرابي، يعني هنقول لكم حاجه، احنا متفقين مع بعض ان محدش يقول على التاني، يبقى لازم نتاكدوا انهم معانا كده زي ما احنا معاهم. وساعتها بقى اللي هيتكلم نموته زي ما هنموت الوليه. حسب الله احنا هنتكلوا عليكم في الموضوع ده، انتوا نسايب وتعرفوا تتفاهموا مع بعض. يعني هنقوله لعبد العال وهو يقنع سكينه؟ بس اوام اوام وحياتك، قبل ما يجي واد رزيل كده يلف على دماغ الولية ويترازل عليها ويتجوزها ويلها في حتتين الصيغة وتبقى الرسمة كلها راحت في طيص. خرب بيوتهم وبعدين؟ أنا بلف على رجلية طول النهار يا سكينة على وابور وابور، كلهم يقولوا لي احنا بنستغنى عن العمال مش بنشغل حد جديد. أنا مش عارف نعمل ايه وانا عواطل كده. ده يا اخويا الوكسه السودا اللي احنا فيها دي، ايام سودا بنقضيها ويا عالي ما تودينا على فين. باقي معاك فلوس كام؟ ريال ونص. طب وبعدين يا عبد والعمل؟ طب الاول ناكل وبعدين نفكر هنعمل ايه. كل انتني ماليش نفس. ما انت عارفه سكينه اني ما نقدرش نبلع اللومه من غيرك وانت ما اكلتيش. تعال تعالي يا سكينة وحدي. مش كفاية انك بتخدميني وانت بتزكي؟
كل يا معلمية، كل يا سكينة قلب، كل كل انت الأول يا عبد. طب وكتاب الله المجيد لو ما اكلت لنسيب الأكل ونقوم؟ كل يا سكين، كل يا معلمية. يعني عايز أكل بسرعة بقى عشان أنزل للزفت حسب الله أشوفه عاوز مني إيه. أنا قلت في ذات نفسي يعني مدام وقعنا في المزنوق يبقى مفيش قدامنا حل بقى، وادي انت شايف الحال عامل ازاي. ما احنا زي الناس، الناس كلها تعبانة. ده معنى كلامك ده الناس كلها هتموت في بعضيها؟ طب خلاص شور عليا انت، هنرجعوا للشقاوة لما اخذ فين الناس اللي معها فلوس عشان نتشاوى عليها. وانت مفيش قدامك غير اننا نقتل او نقطع طريق. طيب اعمل ايه؟ انت قدرت ترهن ساعة ابوك، انا بقى ارهن مين؟ ما عنديش غير البت بديعة، ودي ما تجيبش من اللي معه. ايوه حسب الله، بس حكاية القتل دي تخوف، دي تودي حبل المشنقة. يعني بقولك ايه، احنا ممكن نذكروها سكرة جامدة قوي وبعد كده نقلعوها المساخ. المساخ؟ وهم تصوت بقى وتلم علينا الناس وتجرسنا، ومش بعيد كمان يقبضوا علينا، يبقى ايش قولك؟ اه صح. طيب حنتوها فين؟ يو دي مقدور عليها، المهم انت تبقى مقتنع من ذات نفسك عشان العبارة دي لما اخذها ما ينفعش تشتغل فيها غصبانية. اللهم اخزيك يا شطان، اللهم اخزيك يا شطان. لا 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 يا عم، اني ما نقدرش نموت روح، حرام حرام يا ناس. خلاص عقلك في راسك، اعرف خلاص احنا كلنا حالفين، اللي يورب بعيد عننا او يخون نموتوه، وانا متفق مع الجماعة. يعني قد انت فاهم، خير هيبقى للكل، مصيبة هتبقى برضو على دماغ الكل. طيب المساغ بتاع الحرمة دي يستاهل ان احنا نروحه في مصيبة زرقة؟ ايوه كده جينا للكلام الجد، جوز غوايش ولبه فيها فرج الله وخل خير. احسب الله، عشان خاطر عشان خاطر راجعوا نفسكم. طب هي سكينه هتوافق؟ ما هو ده دورك بقى، هي بتسمع كلامك، وعلى فكره رايا عندها دلوقتي بتقنعها. أني لما حرمة بتشتغل عندي تبص للراجل اللي أني متجوزاه تبقى تستاهل الذبح. ما هو لو كل مرة عملت زي اللي انت عايزة تعمليه ده النسوان هتخلص على بعضيها. يخلصوا بس أني ما نموتش بحسرتي. ودي تيجي؟ لا نموتوها هي. أني مش بناخد رأيك، أني بنبلغك عشان انت معانا فلازم تبقي عارفة اللي بيحصل. أني يا أختي مش قادرة ندوس برجلي على الأرض. ابقي تعكزي عليا بس لازم تحضري موتها عشان الرجالة يطمنوا ويعرف انك مش هتنطقي. اه ده الغرض، عاوزيني وياكو عشان نقفل حنكي، بقيت بنخاف منك يا ريا. يا حبيبتي اني بندور على المصلحة. قال لها المساغ بتاع الحرمة هيتقسم علينا احنا الست. الجماعة دكي جوزك اهو راح ورهن هدوم، واحنا هنطرده من مطرح عن قريب، معناش حق الأجر، ورجلك اللي لسه عايزة مصاريف. يعني انتي لو قالولك نقطعولك رجلك ولا نقطعوا رقبة الحرمة هتقولي لهم رجلي رجلي؟ ينيلك ايه اللي جابك يا بيت؟ امي بتقولك علي عشان عاوزاكي ضروري. قولي لها طيب عندي مصلحه لما تخلص حاجيلها. بس هتيجي ها يا اختي؟ يلا. انت مش ناوي تروحي بقى ولا ايه يا امي؟ مالك يا اخويا مصربع كده ليه؟ انا عاوز كل لوازم الفرح تبقى جاهزه. بس ده عايز شيء وشويات. ولا يهمك يا امي، معايا 8 جنيه هم معايا.
8 جنيه اسره اما اشوف اخوك عبد المطلب هيديني كام. اذا حكمت هبيع لك غوشه من غواشاتي. تسلمي لي يما، يلا بقى عشان تلحقي عبد المطلب قبل ما يروح يسرح. ينيلك على السربعه اللي انت فيها. استنى يا عبد المطلب. انا كنت ناوي نعدو عليك يا اما وانا رايح. جبت الفلوس يا ولا؟ انا دبرت لك 3 جنيه هم. 3 جنيه بس؟ خليهم 5. ربنا يسهل يا اما ويكرمنا النهارده، وهني نفوتوا عليك لما الليل يتمسى وندوكي كمان قرشين. عوافي يا معلم. يا حلوه يا حلوه. اوعدي كده ليه خدرتي؟ خير؟ عندنا شغل النهارده هتنبسطي منه قوي. هنستنوا كتير؟ لا نستنوا ايه؟ انا هننزل نلفح الملايه وناخدك معايا على مطرح علي بيت كبير. وش معنى يعني؟ ما احنا بنشتغل هنا عند المعلمه سكين. الرجاله يا اختي هم اللي اختاروا. يلا 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 يا حبيبتي يلا يلا. بصي يا اختي تطلعي استنيني في ريح الباب جوه، انا بس هنسال حصلنا على حاجه ونحصل. حاضر. وعبد الرازق لسه ما جاش؟ لسه ما قبش. لا مش هو اللي متفق على الميعاد. خش انت بيها واني هنقب ونغطسه ونجيبهولك. انا هناخدها ونطلع على سكينه، واول لما يوصل عبد الرازق شيعولي قوام يعربي للوليه مستحكيله. مستحكيل على ايه؟ على قضاها. وهتعملي ايه بعد موت جوزك يا خضر؟ يا اختي وهو يعني كان موجود كان بيعمل لي ايه؟ اه وجوده زي عدمه. كان اللي بيجيلي كان بيروح عليه. اهو برضو كان واخد بحسك. يا اختي البركه في العيال. ومش ناويه تتجوزي تاني يا خدوره؟ مش عارفه، بس في اليومين دول واحد بيتحنجلي، بس حاسه انه طمعان فيا. قال ايه؟ عاوز يسكن معايا في مطرحي. قلت له ابدا، المطرح ده بتاع شعبان ابني لما يتجوز هو ومراته. شوف الراجل الدود مش قادر ياخد لك مطرح تاني المعفن. قال ايه؟ خايف من مراته. يوه الكلام خدنا واتاخرت. اما قوم بقى، هما الزباين ما جوش ليه؟ يا اختي انا عارفه عوقوا ليه. ايش حل ما كانوش معربنين معايا من امبارح؟ اني هنقوم ولما يجوا تتاكدي منهم ابقي شيعي لي البت بديعه. يا اختي اصبري بقى شويه، ايش حل ما كنتيش دكه زينا؟ ده احنا في عرض لقمه العيش. الحكايه نشفت قوي. الله الله الله، هو الحلو رايح على فين؟ كان في شغل بس ما حصلش نصيب. اها طب ما هو نصيبك قدامك اهو، ولا اني مش قد المقام؟ خليها مره تانيه يا معلم. لا مره تانيه ده ايه يا خضره؟ لا انت لازم تصالحيني. ليه؟ هو اني كنت خصمتك؟ معلوم انت زعلت المره اللي فاتت لما افتكرت ان احنا هنسرقوا الصيغه بتاعتك، ولا مؤاخذه اخص عليك يا خضره، احنا نسرقوا صيغتك ده احنا نزودوها. ده الكلام كان بصفه هزار، لاني ما عدتش نهزره معاك تاني. مش القصد يا معلم، انا بس يومها كنت سكرانه سكره جامده قوي. طب ايه رايك في اللي يسهرك الليله سهره لحد الصبح ما يصبح واديكي كيكه؟ يا لهوي بالصبح. هو انت حد هيقول لك كنت فين؟ ده انا هناخدوك على الوكاندا جواني، هنعمله ليله ما حصلتش، ليله فل فل. ها؟ ها؟
ياه دي بتشتي قوي. تصدق يا خضورة؟ هتصدق ان شاء الله. الشتا ده خير. بنقول لك يا خضورة، يعني هنزوقوكي على بيت ريا في حاره علي بيت كبير، عارفاه؟ ايوه عارفاه، بس احنا مش هنروح لوكاندا جواني. ايوه عليك يا خضورة، طبعا هنروح لوكاندا جواني، بس نقعدوا الاول عند ريا على ما النوه دي تخف، وهو بالمرة ناخدوا لنا كاسين براني عشان يبقى المزاج براني وجواني، ويبقى ها ولا ها اللي تشوف. ما تعوقيش. أهلاً يا مرحبا يا خضرة. اتفضل يا ست الكل. يا بيس الأنوار والحلاوة. إيه رأيك في القعدة دي يا خضورة؟ هما دقيقتين ناخدوا كاسين وبعدين نزقه على لوكاندا جواني ونترزدوا على بعض قوي، ولا إيه؟ تعالي يا خضورة، تعالي هنا وسطينا. لا أنا هخليكوا على سنجة عشرة. كاسك يا خضر، بينها هتبقى ليلة حلوة قوي. ايه ده، انت لسه ما نهضتيش؟ يلا اللي هنعوقه. روح انت يا راني، مش قادرة. لا يا اختي هتيجي معايا، وهي ملاني بنرسرس. ودي هنعمل ايه؟ الرجالة هناك. حضورك معايا لابد منه، أنا مش هنتنقل من هنا إلا رجلي على رجلك، هتتعكزي عليا ولا نجيب لك كرو؟ يا أختي أنا مش قادرة أدوس على رجلي، ده إيه تحكمة الرأي دي؟ يا بنت الناس شافوا خضرة وهي داخلة، لازم كمان يشوفونا وإحنا داخلين، عشان لما يحصل بعد كده ونخرج وما يبقوش عارفين مين اللي خرج ومين اللي استنى، ورخرة خضرة تبقى مطمنة وهي قاعدة في وسطهم هناك. ولو زعلت ولا صوتت الجيران تفتكر ان واحده مننا هي اللي بتتعارك، فهمتي؟ اشربي شابة خضر. هاي زود عربي. خد اخوي. ايه ده ما تشربيش؟ هات عربي، هات الازازة، هات شابة خضر. شابة هاي فضلوا. يا مرحبا مرحبا. ايوه عبد الرزق وخضرة، انتوا مش قلتوا انكم هتروحوا لكندا جواني؟ ما احنا هنذكره هنا وبعدين نروح. يعني ما قلتليش انك جاي. اصلا حسب الله ورابي عزموني على كيسين وكنا هنبعتولك. خد يا راي، خد يا راي، هاتلنا كمان سياسة. خد خد يا راي، خد يا هاتلنا شوية مز. يلا بقى القعدة هتحلو بصحيح. ما تعوقيش يا راي. هتحلو يلا شوية خضرة. مبسوطة حبيبتي؟ خد يا سكين ده زيق على مرايا تجيب الازاز.
بانها هتبقى ليله حلوه قوي. دي لسه شفت حاجه؟ ده احنا هنسكروكي سكره انما معتبره. مدي ايدك يا خضوره. مش قادره. مش قادره ده ايه؟ انت سكرت ولا ايه؟ لا سكرت ليه؟ لسه استناها سكرت. كفايه بقى، كفايه سكينه. الليله ليلتك يا خضره. طب ما تناولك يا سعرابي. طيب كفايه مسكينه. طب كلي 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 دي من ايدي. طب يلا بينا خدور، يلا بينا عشان نروح لوكاندا جوانا. ايوه ايوه ايدك معاه يا حصباوي. انا معاك انا معاك. ايدك معاه يا حرامي. ايوه 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 ايو